صلى الله عليكم. سماحة الوالد، يقول السائل: الذكر الوارد قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هل يجوز تكرار هذا الذكر أكثر من 3 مرات مطلقة في أي وقت من الأوقات؟ نعم، تكرار الذكر طيب، لا تقتصر على 3 مرات، إذا أردت المزيد فكرر. الحمد لله. نعم.